موجود على سكرين. اذا الان احنا المره الماضيه اذا بتتذكروا بدينا استعملنا هاف ويف، يعني زي هاف ويف ريكتيفاير. اخذنا هون اس سي ار، اخذنا هون استعملنا اس سي ار، والاس سي ار عملنا له فارق على الجيت تبعته من الفارق بانسز اللي جاي من هون. نراجع شوي بشكل عام الفكره اللي كانت موجوده عندنا. عندي هون الفارق عند هذا بلوك اسمه سينكرونايز 6 بلس جنريتر. ما بقدر اطلب منه يطلع لي بلسز يعمل فارق الا يكون سينكرونايز حتى يعرف هو مع ايش بده يطلع البلسز، بالنسبه لايش رح يطلع البلسز. لما انا بقول له الفارق عند بدي اياها 120 او 30 او 45 او 60 بده يكون بالنسبه للزيرو كروسنج، الزيرو كروسنج تبعت الفولتج الاصلي اللي بده يتحكم فيه. فهذا هو الفولتج اللي احنا بدنا نتحكم بالنسبه له، هذا هو الفولتج اللي اخذناه من الفولتج سورس. دخلناه على فولتج ميجر من ديفايس فاعطتني سيجنال، السيجنال هاي بتمثل الفولتج، لكن هاي السيجنال بامكاني انا اقيسها على سكوب او بامكاني ادخلها على هذا. لاحظوا هذا العالم هون كنترول، هذا الخط لو رسمت خط هون هذا بفصل الباور، عالم الباور عن عالم السيجنالز، مضبوط؟ هون كله عندي هون سيجنالز، كلها هون سيجنالز، لحد هون عندي سيجنال، بعدين هون بنتقل لعالم الباور مره ثانيه، فهون عندي كرنت ماشي باللود، هون رديت رجعت لعالم السيجنالز، عمالي بقيس كرنت من هون، عمالي بقيس فولتج وهكذا. بعدين لاحظوا استعملنا مالتي بلكسر ودي مالتي بلكسر، لانه هذا السينكرونايز 6 بلس جنريتر اللي حد ممكن بناه وحط عليه بلوك في داخله في دوائر معقده، الدوائر هاي بتطلع لي بالنهايه 6 بلس، فال 6 بلس بيطلع على خط واحد، لكن هذا الخط هو في عدد من السيجنالز في داخله. فحتى ارد افتح هذا الخط وافرز السيجنالز منه بحط هون 6 واي مالتي بلكسر، دي مالتي بلكسر، دي مالتي بلكسر باخذ الخط الكومباوند او الكومبلكس لاين الموجود هون وبحوله ل 6 بلس، بطلع لي 6 سيجنالز مختلف بحيث اقدر استفيد من هذه السيجنالز وادخلها على اماكن مختلفه. هذا طبعا الكابابيلتي تبعته ممكن يوصل ل 3 فيز، يعني ممكن ادخل عليه 3 فيز بحيث اني استعمله في بريدج ريكتيفاير، 3 فيز بريدج ريكتيفاير او 3 فيز انفرتر رح نشوفهم بعدين. تتذكروا الريكتيفاير عباره عن اي نوع من انواع السيركلز؟ ايش بتحول ايش لايش؟ اي سي لدي سي. طب الانفرتر؟ دي سي لاي سي. اذا الانفرتر عكس الريكتيفاير، وممكن يكون عندي 3 فيز ريكتيفاير وممكن يكون عندي 3 فيز انفرتر. طلعنا على 3 فيز ريكتيفاير، في المستقبل رح نطلع على 3 فيز انفرتر، رح تاخذ دي سي سورس وتحوله ل 3 فيز 3 فيز سبلاي. احنا هون مش مستخدمينه كله، بس ما فيش عندنا احنا 2 بلس جنريتر، في عندي 6 بلس جنريتر، فانا راح استخدم ال 6 بلس جنريتر بحيث استخدمه بالحاله هاي. انا هون حتى بدي 1 بلس، ما بدي غير 1 بلس في الحاله هاي، لانه هون هاف ويف ريكتيفاير. بس هذا الريكتيفاير هاف ويف كنترول ريكتيفاير، لان انا تحكمت بالفايرنج انجل، غيرت قديش بدي يطلع من هذا الريكتيفاير، زي ما شفنا المره الماضيه في الويف فورمز اللي هلا راح نطلع عليهم مره ثانيه قبل ما نحول هذا لفول ويف ريكتيفاير. وهون البلسز لسبب معين اللي صمم هذا البلس جنريتر ما راحش حط هذا فوق، انا كنت متوقع انه يحط هذا هون فوق. فهو اول البوزيتيف بلس ال 180 درجه الاولى تبعت الاي بي حطها هون. وراح تلاقي انه اثنين ثلاثه الرابعه راح تكون هي ال 180 درجه المكمله لها. والفيز الثاني اللي هو بي سي اجى من هون والسي اي اجى من هون. فاحنا عارفين يعني بالتجربه باي ترايل اند ايرور انا جربت وتاكدت وجدت انه هذا هو البلس المناسب اللي بتناسب مع اي بي. وان كان احنا كنا نتوقع انه يكون العكس مش هيك؟ اذا الان احنا شغلنا هذا السيستم، اخذنا الفولتج من هون، هدفنا من اخذ الفولتج من هون عشان اعمل سينكرونايزيشن. ما بقدر ادخل فولتج من عالم الفولتج ادخله مباشره هون، لان هدول كلهم سيجنال، لاحظوا كيف عليهم اشاره السهم؟ اي اشاره عليه اشاره السهم داخل او طالع معناها سيجنال، ما بقدر ادخل عليه فولتج، فالفولتج انا مضطر بعمل سامبلينج على فولتج ميجرمنت وبعدين باخذ السيجنال وبدخلها من هون. هذا البلوك فيه له انيبل، انيبل وديسيبل لكنه اكتف لو، فحتى اعمل له انيبل بحط هذه هون زيرو، يا بحط زيرو يا ما حطيت هون بعمل انهبت، انهبت يعني او ديسيبل لهذا البلوك، بطل البلوك يشتغل بطل يطلع بلسز، وهذول الهدف منهم سينكرونايزيشن. الزاويه الفايرنج انجل من الزيرو كروسنج بقيس 120 درجه او 130 او 50 او 30، هاي اذا وحدتها بالدرجات بالديجريز. هذا هو تعريف هذا البلوك، هيك بيشتغل هذا البلوك، وبيطلع عندي 6 بلسز من هون، البلس عرضها كمان بقدر احدده من هذا البلس جنريتر، احنا حددناه ب 10 درجات، ما بدي اياها البلس تكون رفيعه جدا، لكن ما في حاجه تضلها طول فتره الكوندكشن، فاحنا عاملينها هون 10 درجات، والديلي هون عندي 120 درجه. هي عندي هون الاي سي فولتج سورس، اي سي فولتج سنجل اي سي فولتج سورس، له فريكونسي معينه، طبعا الفريكونسي اللي هون لازم تكون نفس الفريكونسي اللي موجوده في هذا البلوك حتى يشتغلوا مع بعض.
عندي هون الاس سي ار او الثايرستر، عندي هون الانود الكاثود البوزيتيف والنيجاتيف، بعدين الجيت هي اللي بتحكم فيها بتعمل فارق في لحظه معينه، بعدين الكرنت. طبعا الكرنت لازم يكون ان سيريز، الكرنت ميجرمنت لازم يكون ان سيريز. ففتحنا الدائره زي ما بتعملوا في المختبر لما بتيجي تقيسوا بالاميتر، بدك تفتح الدائره تحط الكرنت، الكرنت ميجرمنت، وطبعا لازم يكون بوزيتيف. اذا الكرنت بهذا الاتجاه يكون بوزيتيف عشان هيك اشاره البوزيتيف والنيجاتيف، وبيطلع معي سيجنال بتمثل الكرنت اللي موجود. كمان هون طبعا زي ما حكينا في اي سيم باور لازم يكون في عندي هون الباور جي يو اي، باور جي يو اي بحدد لي كيف طريقه الحل، كيف راح ينحل السيستم، ما دخلنا بتفصيل كثير فيها. وبعدين عندي هون حطينا اللود، اللود في الحاله هاي مش ريزستيف لود، هذا ار ال لود، ار ال لود شفنا كيف انه الزاويه تبعت اللود بتاثر على الفيز انجل ما بين الكرنت والفولتج. الان بدنا نحول هذه الدائره، بدي احولها لفول ويف ريكتيفاير، فراح اخذ اربعه من هذول وراح ادخل عليهم اربع سيجنال. خلينا اول شيء خلينا افك هذه هون عشان ابني فولي كنترول ريكتيفاير، راح افك هذول الكروت هذا بالوقت الحاضر. بعدين راح ناخذ هذه خلينا نبني هون ثالثا، راح نسميه 1 2 3 4. راح الفه اول شيء 99 درجه كاونتر كلوك وايز، راح نعمل روتيت للبلوك كاونتر كلوك وايز 90 درجه. بعدين هلا راح نسمي هذا، هسميه رقم واحد عشان نسمي احنا 1 2 3 4. بعدين راح انسقه، كوبي بيست، راح نحط هون رقم 2. بعدين راح ننسخ هدول كمان، هذا راح ننسخه مرة ثانية، هي الثالث، وهذا الرابع. الآن راح نشبك هذه الجهة هون. كل ويف ريكتيفاير 1 2 3 4، كيف راح يشتغلوا هذول؟ مين راح يشتغل مع مين؟ اربعه راح يشتغلوا مع بعض 180 درجه، واثنين وثلاثه راح يشتغلوا مع بعض. اذا الفايرنج بلسز وين راح ادخلهم؟ راح ادخل الفايرنج بلسنج على واحد، بس نفس الفايرنج بلس وين راح احطها؟ على اربعه، لانهم راح يشتغلوا مع بعض بنفس الوقت. هذا مش صحيح في 3 فيز. راح تلاحظوا بال 3 فيز مش نفس البلس بتروح، لانه مش كل، لكن هون بالحاله هذول الاثنين راح يشتغلوا مع بعض، هذول الاثنين راح يشتغلوا مع بعض. ففي بلس راح اخذها من الاول اللي كانت موجوده هون راح تيجي عندي على 1 و4، والبلس الرابعه من تحت راح اخذها على 2 و3، فراح يصيروا يشتغلوا هذول مع بعض بفايرنج انجل معين، وبنفس الفايرنج انجل راح يشتغلوا عند 2 و3. هلا بدنا نحرك هذول بقطعه واحده، بدي اوسع شوي هون المسار عليهم، نحاول نحرك هذه نوسع كمان مساحة، نحاول نوسع مساحة هون. إذا خلينا ناخذهم صار عندي فول ويف ريكتيفاير. هلا الاي سي وين راح احط الاي سي؟ راح ناخذ مثلا هذا هون، هي عندي جانب من جوانب الاي سي، راح اخذ الجانب الثاني، او احنا حطينا كان المفروض البوزيتيف،
جهه منه ناخذها هون، وبعدها راح ناخذ الجهه الثانيه. هون راح نضل نقيس، ضروري طبعا اضل مودي هاي السيجنال، مش هيك؟ ايش اهميه هاي السيجنال اللي بتروح هون بالفولتج ميجرمنت؟ عشان تطلع لي عشان يعمل سنكرونايزيشن، هاي مهمة جدا، هاي مش اوبشن، مش اوبشن اني اتفرج عشان اشوفها او ما اشوفها، هاي مهمة جدا راح تعمل سنكرونايزيشن مع هذا الفولتج سورس، هون راح ادخل جزء منها. ادخلها هون، والجزء الثاني راح ناخذه. إذن هيك أخذنا الفولتج عشان نعمله سينكرونايزيشن، هلا لازم أدخل الفايرنج بلسز وبعدين آخذ الأوتبوت، هلا الأوتبوت رح يطلع معي من هون رح يروح باللود، هذا صار البوزيتيف، رح آخذه هون على الكرنت، والكرنت رح يكمل طبعاً من هون في اللود. هلا هون بدك تنتبه إنه هاي الجهة هذا جزء ما بصير أوصله بالجراوند. ماشي، هاي مهمة جداً. بتصير هذا بصير عندي شورت سيركت بعدين. هذا الكومن تبع هذا السبلاي مش نفسه الكومن تبع اللود، الكومن تبع اللود صار هون. هاي نقطة مختلفة عن هاي النقطة، مهم جدا. إذا رحت شبكت هذا الجراوند هون مع هذا الجراوند هون عمال بعمل رح أخرب الدائرة. إذا نرفع هذه كمان شوي، بعدين رح آخذ أوكي ماشي، هي اللود صار مشبوك. وهي الفولتج سورس، الفولتج ميجرمنت ماخذ، في عندي هون الفولتج ميجرمنت موجود، هلا بنرتب شوي الدي مالتيبلكسر من هون. بنحرك شوي الدي مالتيبلكسر. إذا رح ناخذ الفولتج ميجرمنت، هلا هون في عندي فولتج ميجرمنت اللي هي على اللود. وبعدين عندي ماخذ انا واحده من الفارينج بلسز، خلينا نشوف الفارينج بلسز الثانيه كمان، راح احول هذه لاربعه انبوت مالتيبلكسر. راح ناخذ هلا احنا هون عارفين انا لانه عارف انه هذا راح يكون الفارينج بلسز الثانيه راح تيجي من هون، ندخلها هون. واخر شيء راح ندخل هون الكرنت. هذا الكرنت اللي ماشي في اللود، وهذاك الفولتج اللي على اللود. هلا ايش طلع عندنا؟ في شيء ناقص لسه مش هيك؟ دخلنا ايش هو؟ ما دخلناش الفايرنج بلسز على اذا رح ناخذ هلا هون بدنا نكون منتبهين جدا، مهم جدا انه نعرف مين البلس اللي ناخذها وين. لما يكون عندي السورس هذا بوزيتيف، مين الثيرسترز رح يشتغلوا؟ واحد واربعة. اذا واحد واربعة اي بلس رح ياخذوا من هون؟ هاي. اوكي، لانه هاي جاي مع البوزيتيف مع 180 درجة الأولى، واثنين وثلاثة لازم ياخذوا من وين؟ لازم ياخذوا من هاي، لأن هاي مع 180 درجة الثانية. إذا رح ناخذ هلا بلس من هون أو كونكشن من هون. المفروض تيجي على الجيت هذه. والفايل هذا بده ترتيب احسن من هيك، يبدا الواحد بمنطقه اوسع ويرتبها، بس على اي حال راح اخذ من نفس هذه اللي هون كان راح اخذ طلس. هلا هذول لانهم سيجنال انا وصلتهم على نفس الجيت، انت في الواقع ما بصير توصل الجيت مع الجيت. بدك تكون في ايسوليشن ترانسفورم، واللي منكم بيعمل التجربه في المختبر راح تشوف انه الجيت هاي رغم انه هذا بده يعمل فايلنج بنفس الوقت مع هذا، ما بصير كهربائيا اوصل هاي الجيت مع هاي الجيت، لازم يكون في ترانسفورمر عازل يعزل كهربائيا هاي الدائره عن هاي الدائره، لكن احنا هون لانهم سيجنالز بصير ادخلهم. بس بدك تتذكر في المختبر ما بصير تشبكهم، لازم يكون في ترانسفورمر يعزل السيجنالز كهربائيا، ولا بصير كمان في عندي مشكله شورت سيركتنج. هلا كمان راح اخذ الجيت من هون، هاي الفايرنج بلس راح تيجي عندي على الثالث، ونفسها راح اخذ منها سيجنال. تروح على
هيك مفروض الغذاء يرجع لنا هالشرط الناس. في شيء ثاني لازم نعمله؟ نعمل رن. انا راح ارجع اللود هلا اول شيء ريزيستيف، خليني اوقف شوي. خليني ارجع هذا اللود ريزيستيف لود اول شيء قبل ما نعمله ار ار ال. راح ارجعه الان. راح نعمل رن. طبعا طلع اول شيء شو صار عندنا؟ هلا طبعا نهمل الترانسنج في البدايه، راح نلاقي هون شايفين هذول البلسز الصغيره؟ طلع لونهم مختلف. 120 ل 120، وحده منهم لها لون وحده ثانيه لها لون، معناها وحده جايه من اوتبوت وحده ثانيه جايه من اوتبوت، وبينهم راح يكون بس 180 درجه. متماثلين تماما من ناحيه كل شيء، بس في بينهم 180 درجه، وحده منهم للبوست كاب سايكل، وحده للنيجتيف. هذا اول شيء. خلينا نطلع مره ثانيه هلا الكرنت، احكوا لي انتم الكرنت والفولتج شو العلاقه بينهم؟ انفيز تمام، هاي اول شيء. شو كمان الاهم من الانفيز؟ الفولتج والكرنت هون بشكلهم متماثل بس سكيل. هذا الشكل لو اضربه في رقم معين اللي هو ار راح يعطيني نفس هذا الشكل كمان، ماشي؟ ليش؟ لانه اللود ريزيستنت. لما يكون اللود ريزيستنت شكل الفولتج وشكل الكرنت متماثلين تماما، بس في عندي سكيلينج بينهم، والسكيلينج هو قيمه الريزيستنت. طبعا هلا هون بنلاحظ انه الزاويه عندي المفروض تكون 120 درجه، يعني باخر 120 درجه بضل عندي 60 بس، يعني هي 60 درجه اللي ضلت وهي 120 درجه التاخير، فالفارق يعني كل ما زاد ايش عم بيصير بالفولتج؟ بقل، سواء الار ام اس فولتج او الافرج فولتج. احنا هذا الموضوع ما دخلنا فيه، ندخل فيه بعدين كيف احسب الافرج فولتج وكيف احسب الار ام اس فولتج تبع هاي، وهي عندي هون البلس، البلس تقريبا 1 فولت ارتفاع. خلينا نغير الزاويه بس نتاكد انه شغلنا صحيح. لو جينا نطلع على هون مثلا خلينا نعملها 45 درجة. نعمل رن. واضح انه الزاوية طبعا صغرت من هون وزاد، بيجي البلس في الوقت الصحيح. الشيء الأخير بس نحكي عنه، عرض البلس هاي قديش؟ 10 10 اللي احنا حددنا 10 درجات حددناه لما دخلنا هون على البلس، على البلس جنريتر حطينا البلس ويدث 10 درجات. والشيء الثاني المهم تاكدناه اخذنا انه الفريكونسي هون لازم تكون نفسها هي الفريكونسي اللي جايه من الفوكس سورس الموجود هون اللي هي 5. طيب خلينا راح اتوقف الان هون.